السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. النهارده حبايب قلبي زي ما انا وعدتكم قلت لكم ان انا بنضف العشه ديت مكان الطيور اللي كانت راقده عشان انقل فيها الفراخ الهندي، ومعاهم كام فرخ بلدي كده على جمزه وايه وفرخين رومي، فجبتهم بقى في العشه ديت هنا. هم ابدا بقى اظبط معاهم الدنيا هنا عشان هم كانوا في المكان هناك في البطاريه، فالمكان كان ضاق عليهم، كانت البطاريه يعني ايه ما عادش ينفع ان هم يتحطوا فيها اكتر من كده، بس الحمد لله نقلتهم في المكان ده وهظبط لهم بقى الايه الخلطات والوصفات هنا من هنا ورايح بقى ان شاء الله عشان اظبط الدنيا معاهم، عشان يا جماعه احنا خلاص بدانا فصل الصيف عشان نظبط الدنيا مع طيورنا. بسم الله ما شاء الله حلوين جدا هم يا جماعه، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ليا وليكم ان شاء الله ولامه محمد اجمعين، ربنا يبارك للجميع. الفراخ بتاعتي يا جماعه قدام منكم زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ربنا يبارك لنا جميعا يا رب، ربنا يبارك لنا جميعا ان شاء الله. نبدا بقى نعمل لهم بقى حاجه النهارده مهمه جدا جدا يا جماعه، حاجه مهمه جدا جدا النهارده عشان بس الفراخ بتاعتنا تظبط الدنيا معاهم، لان كان في حصل عندهم التهاب في العين عشان المكان كان كتمه، وكان مفروض ان انا نقلتهم البطاريه من زمان من فتره طويله، بس انا غبت عليهم على نقلتهم البطاريه، بدا عندهم التهاب بس التهاب بسيط جدا جدا، فجبت لهم النهارده عشبه جميله جدا جدا يا جماعه عشان التهاب العين ده، فربنا يسهل الحال يا رب ويصلح ما بين ايدينا ان شاء الله. مش عدوا بقى كده، عدوا كده لما اجيب لكم العلب بتاعكم، اوعوا تطلعوا بره، اوعوا تطلعوا بره، اوعوا تطلعوا بره، خليكم مؤدبين، خليكم مؤدبين يا شباب. اجيب لكم العلب بس مهيئ كده، انا جيت انا جيت انا جيت هيله بس كده في كامل. حطهم بقى يا جماعه هنا، اهوت كرات مصري يا جماعه، دي كرات مصري اهوت عشان بس التهاب العين اللي عندهم، وعلى التركيز 21 جايب لهم على خشن تركيز 21. تعال 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 بس ما تروحوش بعيد، تعال تعال متوصيه بكم على الاخر وجايبه لكم الخضره اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده بتستوي يا جماعه، فقلت اجيب لهم بقى كرات مصري عشان هو حلو جدا جدا لالتهاب العين يا جماعه، هم اي خضره بيحبوها، اي خضره بيحبوها، الفراخ الهندي بتموت في اي خضره يا جماعه. ميلوا بس هتقلبوا الدنيا، خليكم بس في اللي قدام منكم ده كده، هم بسم الله ما شاء الله حلوين جدا جدا، فربنا يبارك يا رب. فانا عايزه بقى اظبط الدنيا معاهم عشان بس ايه موضوع التهاب العين اللي حصل لهم ده، فدي مزعلاني، بس هم ان شاء الله يعني مش فيهم حاجه خطر يعني ولا حاجه، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب. انتوا جعانين؟ السكينة حتى تلمع مش عارفة أقرر دي. زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده بسم الله ما شاء الله الطيور بتاعتي يا جماعة في الأكل، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك لنا جميعا إن شاء الله. ده كنت بحط لهم حموض يا جماعه، كانوا بسم الله ما شاء الله في اكل الحميض ما يتوصوش، والله ما كانوا يتوصوا. ما عندنا هندي تايجر اهو يا جماعه، دي هندي تايجر اهو يا جماعه، عندنا تايجر اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله من انتاج الجيب بتاعي، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك، بسم الله ما شاء الله، حلوين جدا جدا اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله. بس هو موضوع التهاب العين بس اللي حصل عندهم ده، هو التهاب بسيط جدا جدا يا جماعه، بس ان شاء الله هنعالجه بالكرات المصري ان شاء الله، الكرات المصري دي يا جماعه هيعالج معانا التهاب العين، هيضيع دمعه العين والكلام ده كله، لان حلو جدا جدا يا جماعه للطيور، فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. هو بس كده مقلبوك العلب في بعضه، هو بس كده الكرات المصري يا جماعه خرجت لهم اهو. Thank you.
زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، عملت لهم الوجبه بتاعتهم ديت كده ياكلوها على الصبح كده. انا ما رحتش عليه في الطيور خالص الا لما اروح السوق واجي عشان اجيب لهم الخروف المصري ده عشان يجيب نتيجه حلوه جدا. وياه الفرخين التايجر اللي طالعين لي يا جماعه، طلعوا ديك وفرخه، ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، طلعوا لي ديك وفرخه، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله، ربنا يبارك لنا جميعا. مالك يا عم الحاج بتسحق ليه؟ اه انت ليك رجل مقصره، انا ناسي يعني انت ليك رجل مقصره. بسم الله ما شاء الله، اغلبيه الفراخ الهند اللي هتبقى معايا يا جماعه هتبقى اغلبيتها ديوك. شايفين الفرخ الروم الجميل ده بقى؟ الفرخ الروم ده عاجبني جدا جدا، لونه حلو جدا، بني في ابيض في اسود يا جماعه، بني في ابيض في اسود، ده هيبقى دي. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. افطروا بقى كده يا جماعه وظبطوا دنيتكم مع نفسكم كده، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده يا حبايبي، الطيور بتاعتي حلوه جدا جدا، هي ربنا يبارك لهم يا رب ويحوش عنهم اي اذيه، لان يا جماعه لازم اظبط الدنيا مع طيوري بقى من هنا ورايح عشان فصل الصيف، لان الدنيا من هنا ورايح بتبقى بايظه جدا جدا، فربنا يسترها بقى. انا جبتهم في المكان هنا طراوه وحلو، والمكان هنا واسع عن البطاريه كتير كتير، وهيشطحوا وهيجروا في الارضيه، لان الطير بيقول لك جريني ولا تاكلني، يعني بيقول لك جريني ولا تاكلني، يعني بمعنى ان هو عايز يجري اكتر ما ياكل، الطير عايز يجري يا جماعه اكتر ما ياكل، فحاولوا ان انتوا توسعوا المكان لطيوركم من هنا ورايح عشان بس الحر، عشان بس الجدري والكلام اللي بيبقى في الحر ده بيبقى يعمل مشاكل جامده جدا جدا، فربنا يسترها معانا جميعا يا رب. شايفين الفرخين الرومي بتوعه دول؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. الطيور بتاعتي يا جماعه قدام منكم حلوه جدا جدا هي، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. اغلبيه الفراخ اللي معانا ديت اغلبيتها بعرف اللي هي الهندي، بس مستواهم حلو جدا جدا يا جماعه، ربنا يبارك. معاهم فراخ جميزه، ومعاهم فراخ بلدي، ومعاهم اتنين خليط بلدي على هجين، بلدي على هجين، بس حلوين جدا جدا الاثنين، طلعوا بربرتين برقبان، بس بسم الله ما شاء الله انا ناويه اربهم يا جماعه، ربنا يبارك. اجيب بس واحده منهم كده. دي يا جماعه الفراخ ديت بلدي على مهجن، بس حلوين جدا جدا، دول طلعوا بربرتين الاثنين، هربهم ان شاء الله لانتاج البيض، دول هربهم لانتاج البيض يا جماعه، مش هفرق فيهم خالص خالص. فربنا يبارك لنا جميعا ان شاء الله، كل حاجه قدام منكم يا جماعه هي بتتكلم عن نفسها، الحاجه كويسه جدا جدا، فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم ان شاء الله. انا مبسوطه ان انا نقلتهم في المكان ده، لان لو كانوا فضلوا هناك في البطاريه اكتر من كده كان هيتعدموا، لان المكان مهما ياكلوا هناك مش هيبان عليهم حجم، لان البطاريه خلاص بقت واطيه عليهم، هم حجمهم بيعلى وطول النهار نايمين على رجلهم في قلب البطاريه، فما ينفعش ان انا كنت اطول عليهم الموضوع اكتر من كده، فانا قلت خلاص طالما الفراخ الهندي خلصت تطليع بيض وطلعوا البيض اللي تحت منهم، استعمل بقى العشه ديت انا اجيب فيها الفراخ الهندي عشان احافظ عليهم، والمكان بتاعهم يبقى واسع ويعلو بقى اكتر واكتر، لان الفرخ الهندي كل ما المكان يبقى واسع وارتفاعه عالي بيخلي الفرخ معاك يشيل ارتفاع اعلى، فعايزاهم يبقوا يعلو ما يبقوش ايه حجمهم صغير، لان لو كانوا فضلوا في البطاريه اكتر من كده كان هيبقى حجمهم ايه ركابهم كانت هتبقى قصيره، انا عايزه العظم بتاعهم يبقى عالي يا جماعه ما يبقاش صغير، فربنا يبارك ان شاء الله. دول يا جماعه هربهم هعمل منهم انتاج، مش هبيع منهم حاجه، انا كنت ناويه ان انا ابيعهم هم صغيرين، بس ان شاء الله انا عايزه اوسع من انتاج الهندي، فدول هسيبهم مش هبيع منهم حاجه ان شاء الله اذا اراد ربنا، ربنا بارك لي فيهم وحافظت عليهم، يعني قدرت احافظ عليهم في وسط الصيف، دول ان شاء الله هيشتغلوا معايا على اخر الصيف، فربنا يبارك ليا ولكم ان شاء الله ولامه محمد اجمعين. وبكده يا حبايب قلبي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده، لو استفدتوا مني بمعلومه صغيره ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى، اشوفكم في فيديو جديد وبمعلومه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.